مجال كرة القدم خطيرة جدا. تدخل أرعن في رعونة كبيرة لنيكي مادرامو لا فرق حورية كوناكري. المباراة ود يدخل بصعوبة خطورة كبيرة باش مشى صعبة 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 للغاية. يعني التدخل قوي. هذه مباراة ودية كما قلت منتخب ماشي سهل. هنا كاينة شراسة تدخل بعيد على الأعراف الرياضية. هذا أثار حفيظة كل لاعبي المغاربة. تدخل قوي جدا تدخل قوي جدا في حق سفيان الرحيمي. يعني نتمنى تكون إصابته طفيفة. هذا تدخل نقول في رعونة كبيرة في رعونة جات سلمى لسفيان الرحيمي اللي يلعب